بحرفية اكتسبتها على مدى عقدين من الزمن، اعتادت أم محمد العمل في صناعة منتوجات العزف، معتمدة على ما توفر لديها من سعف النخيل الذي سرعان ما يتحول إلى أشكال فنية تعرف لدى المواطنين في محافظة أبين بالجعاب والمسارف والقبعات. ممارسة هذه الحرفة اليدوية بالنسبة لأم محمد وغيرها من النساء الواقعات تحت خط الفقر لا يعني تمسكها بالحرفة الشعبية فقط، لكنها تحولت إلى مصدر دخل أساسي لأسرتها المقيمة في هذا المنزل المتهالك بمنطقة الكود كآخر الحلول المتاحة لديها لإعالة أطفالها في زمن الحرب. مثلا يومين، مثلا ثلاثة أيام، مثلا يوم واحد في نفس اليوم، اشتغلنا من المغرب، بعدين شقين لما اثنين، بعدين ثلاثة، بعدين على شغلة الانتفاضي، تبتيع بس ريال، هذه بس ريال 800 وذي بس ريال. وتجهد أم محمد في الحصول على المادة المستخدمة في هذه الحرفة التي لا تصل إليها إلا بعد قطع مسافات بعيدة، وهو ما يعني دفعها تكاليف تقلص من إمكانية حصولها على مردود جيد. ما هي فايدة ما اشتري ما كذي اشتري بام في ألف بروان ألف ما هي كذي يطلع حين طلعت عشرين ألف حين طلعت حين ما هي طلعت أجيب الحامل محفد من حمر من عدن من ما 50,000 اللي هي فايدة ما هي فايدة بس 1,000 ريال يبيعونها من 1,000 ريال من 800 ريال من. وبعيدا عن منزل أم محمد، عمد عواد السروري إلى عرض المنتوجات اليدوية الخاصة بها على واجهة متجره الصغير في مدينة جعار في محاولة للترويج للمشغولات الحرفية المرتبطة بتاريخ المحافظة الشعبي ودعما منه للمحافظين على بقاء المهنة كما يقول. هذه الأيام الناس الضباحة والتعابة هذولا يعني يشتغلوا بهذه الأشياء من أجل الدخل من بسبب الأزمة الحاصلة في البلاد ونحن نتعامل معهم برغم أن أسعارها بخس رخيصة جدا والله ونوفر من جميع محافظة أبين مشهورة قديما بالشغل هذا من أحور من جميع مديريات محافظة أبين والطلب مستمر إنه رخيص جدا زي الكوابي هذه حق الشمس زي القعاب حق الخبز والعزف أنواع كثيرة وزي المراوح هذه في ظل الحما فتأملك كيف يعني الحما جد رخيصة ب 300 ريال سعرها. إبقاء السلع ذات الطابع الشعبي كمنتوجات يمكن توفيرها في الأسواق المحلية مبادرة يعتقد الكثيرون بأنها كفيلة بحماية الموروث من الاندثار، إضافة إلى كونها ستضمن استمرار العاملين في صناعتها رغم تدني أسعارها الذي لا يقارن بالجهد المبذول مشقة وإتقانا. لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبين.